احنا الفتره الاخيره بدا يحصل حوار ما بين هيئه الاستثمار وبين اتحاد المستثمرين مع الحكومه، بحيث ان احنا نشوف اصحاب الشان نفسهم هم محتاجين يسمعوا. احنا كاحزاب معارضه او حركه مدنيه مقدمين ورقه طرحينها على الامانه الفنيه، بحيث ان احنا يتم طرح وجهه نظرنا للحكومه، بحيث ان يعني لو في اختلاف في وجهات النظر نشوف ايه الصالح العام يتم الاخذ بيه، وما يتكنش الكلام دايما من جهه واحده او من وجهه نظر واحده. اهم النقاط المطروحه النهارده كيفيه جذب المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي، وازاي القضاء على البيروقراطيه والروتين، وازاي نوصل بمخرجات جديده وقرارات جديده تزيد وتضيف من معدلات الاستثمار المحلي، وايه هي الاعفاءات اللي ممكن نقدمها للمستثمر المحلي، وايه هي الموضوعات اللي ممكن نناقشها بحيث ان احنا يكون في اهتمامات في كافه المجالات. من اجل تعميق الصناعه المصريه لابد من الاهتمام والتوسع في المشروعات الصغيره والمتوسطه، ده من خلال ايه؟ من خلال البنود الجمركيه اللي بالفعل اعدتها هيئه التنميه الصناعيه، اعدت مئات بل الاف البنود الجمركيه التي يمكن تصنيعها محليا والتي يمكن الاستغناء عن استيرادها تماما يعني، وده معناه ان انت بتقلل لي من فاتوره الاستيراد، وانت بتخلي المواطن يعتمد على المنتج المحلي، بل بالعكس ان هذا المنتج المحلي يكون مؤهل للتصدير. الاستثمار بتم طرح عدة أبرز التحديات اللي بتقابل الاستثمار الداخلي في مصر، واللي بتساهم في نمو الاستثمار من عدم، وبعض التوصيات اللي طرحها بعض السادة الحضور اللي تساهم في ان احنا نطلع بتربة خصبة للاستثمار الداخلي. وكان من ضمن الكلام اللي اتقال النهاردة ان المستثمر دايما محتاج انه يبقى عنده طمأنينة، عنده حوافز، عنده راحة داخلية، ما يبقاش بيقابلوا أي كسور تشريعية أو أي مشاكل داخلية.